السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالجيد في الرياضيات المستوى الرابع. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الخاصة بالدرس رقم 14 تنظيم ومعالجة البيانات. الدرس أولاد الفيديو خاص بالتمارين الموجودة في صفحة 77. نبدأ بأهداف هذا الدرس. الأهداف تتمثل فيما يلي: ينظم التلميذ ويعرض بيانات في جدول أو مخطط بالأعمدة أو مدراج. نبدأ بالتمرين الأول. حصل التلاميذ على النقط التالية في امتحان الرياضيات. امتحانات الرياضيات قامت الأستاذة بواحد الامتحان، بعد تصحيحه حصل التلاميذ على النقط التالية: أول حصل على 7، ثاني 6، ثالث 9، وهكذا. السؤال الأول: ما عدد تلاميذ هذا القسم؟ إذا كيف سيمكننا معرفة عدد تلاميذ هذا القسم؟ بسيط، نحسب عدد النقط لأن كل نقطة تمثل تلميذا. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 إذا عدد تلاميذ هذا القسم هو 30 تلميذا. ب: ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 7 فما فوق؟ إذا الآن نبحث على التلاميذ اللي حصلوا على 7 الفوق. إذا كيف ذلك؟ سنحسب. اللي لقينا عنده 7 نحطه تحت منه مثلا خط: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 إذا هو 19. غادي نحاول نشرح السؤال أكثر. ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 7 فما فوق؟ يعني إما حصلوا على النقطة 7 أو 8 أو 9. إذا 7 فما فوق، اللي فوق منها في هذه النقط هما 8 و 9. إذا بغينا نعرفوا التلاميذ اللي جابوا 7 معاهم التلاميذ ديال 8 والتلاميذ اللي جابوا 9، يعني المجموع لقينا هما 19، هما اللي وضعت تحت منهم خط. ثم السؤال جيم: ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 6 أو أقل؟ يعني عندي جوج طرق باش نحسبهم. إما غادي ندير المجموع ديال التلاميذ اللي هو 30 ناقص 19 وسنحصل على 11 تلميذا، أو الطريقة الثانية هي غادي نحسب دوك اللي بقاو لنا. إذا بقات لنا هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني بتعبير آخر، بما أنهم يبحثون عن التلاميذ اللي جابوا 6 فما أقل، يعني هما التلاميذ اللي جابوا 6 واللي جابوا 5. شحال التلاميذ اللي جابوا 6 و 5؟ إذا إذا جمعناهم سنحصل على 11. ثم السؤال دال: أسجل النقط التلاميذ في الجدول. الجدول اقترح الجدول التالي في جوج ديال الأعمدة، هنا عدد التلاميذ وهنا النقطة. إذا عندنا 5، نشوفوا عدد التلاميذ اللي جابوا 5 فينا هما. إذا نبحث من ضمن هذه التمارين هذه النقط، وفين هي 5؟ إذا ها 1 ثم 2 ثم 3. إذا عدد التلاميذ اللي جابوا 5 هما 3. بنفس الطريقة سنحسب عدد التلاميذ الذين حصلوا على معدل 6. 6 سنحسب 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا عدد التلاميذ الذين حصلوا على معدل 6 هما 8 تلاميذ. ثم ننتقل إلى حساب عدد التلاميذ الذين حصلوا مثلا على 7 في معدل 7 في هذا الامتحان. إذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7، إذا 7 تلاميذ. ثم نحسب عدد التلاميذ الذين حصلوا على معدل 8. إذا عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 تلاميذ هما اللي حصلوا على المعدل 8 في هذا الامتحان. واخيرا التلاميذ الذين حصلوا على معدل 9. اذا 1 2 3 4 4. باش نتحقق
نثقوا بان هذا الشيء اللي حسنا اللي وصلنا ليه هو صحيح ولا خطا، يكفي ان نقوم بعمليه الجمع. سنجمع ماذا؟ نشوفوا احنا كنا 30 تلميذ، اذا نحسبوا ربما نكونوا نسينا او لا ما ركزناش. اذا عندنا 8 زائد 3 تساوي 11 زائد 7 تساوي 18 زائد 8 تساوي 26 زائد 4 30، يعني الاعداد اللي حصلنا عليها صحيحه. التمرين الذي يليه او السؤال الذي يليه امثل هذا الجدول بمدراج. هذا الجدول اللي عندنا نحاول نخدموه بشكل مدراج. سبق لنا في الدرس ديال تنظيم البيانات ومعالجتها الاول هضرنا على المدراج وكيف يكون وعطينا ليه تعريف. اذا دابا نحاول نشوفوا هذا العمود غادي نخصوه للنقط وهذا سنخصصه للتلاميذ. اذا بما ان عدد التلاميذ اكبر عدد التلاميذ عندنا هو 8، اذا سنرقم خصنا نحافظوا على نفس المسافه هنا. مثلا ناخذ 1 2 3 4 5 6 7 8، اذا هنا رقمنا من 1 حتى ل 8. بالنسبه لاسفل او محور الارتيب غادي نوضعوا فيه النقط. النقط عندنا 5 حتى ل 9، اذا سنحدد هذا الاطار هنا الخمسة، ثم هنا 6، ثم هنا 7، وهنا 8. نحاول نطول هذا باش نخصص هذا اخر هذا 9. والان غادي نحتاج المسطره وغادي نبقى نرسم. الامر بسيط، عندي عدد التلاميذ الذين حصلوا على 5 بعد الخمسه هما 3، اذا سارسم الى حدود هنا. اذا هذه 3، اذا العمود غادي يكون الطول ديالو حتى لهنا 6 حتى الحدود 8، ثم عدد التلاميذ الذين حصلوا على معدل 7 هما 7 ديال التلاميذ، اذا هنا، ثم عدد التلاميذ الذين حصلوا على معدل 8 وهما 8 التلاميذ، ثم عدد التلاميذ الذين حصلوا على معدل 9 هما 4 ديال التلاميذ. انتم تابعوا 4. وبهذا نكون انتهيت من انجاز التمرين الاول موجود في الصفحه 77. نمر الى التمرين رقم 2. الرسم التالي تطور عدد السكان في مدينه مغربيه. كل نجمه من هذا هما الجدول علاش كيهضر، وكل نجمه عطينا معطى اضافي ان كل نجمه تمثل 5000 شخص. ما بين هذا التطور السكان ما بين سنه 2000 و2015. اذا اول شيء مطلوب منا اننا نملؤ الجدول، اذا تحويل هذه العلامات الى عدد. اذا كانت كل وحده تمثل 5000، اذا نحسبوا سنه 2000 شحال من نجمه كانت عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7، اذا عندنا 7 نجمات. إذا الأمر بسيط، أش غادي ندير؟ غادي ندير 5000 مضروبة في 7. فهاد العملية أش كندير؟ كندير 5 في 7 كتساوي لي 35، وأضيف 3 أصفار. إذا مجموع السكان في هذه القرية في سنة أو لسكان هذه المدينة المغربية سنة 2000 هو 35000. 35000. ثم في سنة 2008 انتبهوا سنحسب عدد النجمات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا الأمر بسيط، نفس العملية 10 في 5000 تساوي ماذا؟ 1 في 5 5، أضيف الأصفار 3 ديال 5000 و1 10، إذا 50000. سنة 2008 كان عدد سكان هذه المدينة 50000. سنة 2015 1 2 3 4 5 6 7، نقدر نضربوا فيها بجوج 14، نقدر نكمل الحساب 8 9 10 11 12 13 14. إذا العملية كالتالي 14 في 5000 تساوي 5 في 24، أكتب الصفر وأحتفظ بالإثنان. 5 في 1 5 والإثنان 7. 1 2 3 نضيف 3 الأصفار هنا، إذا 70000. إذا عدد سكان هذه المدينة خلال سنة 2015 هو 70000. بالنسبة للسؤال الثاني في هذا التمرين، أكمل المدراج التالي الذي يمثل البنية الجدول. إذا انتبهوا هنا
قد سبق ومثلوا لنا عدد السكان في سنة 2000، وهنا غادي نتأكدوا من العدد اللي لقيناه هو صحيح. إذا بالإسقاط، غادي نقوموا بإسقاط هذا لنا. إذا العدد محصور ما بين 30 و 40 ألف. إذا 5، يعني كل تدريجة تمثل 2، 2000 يعني 2000 تمثل ألف. إذا عندنا 30 ألف، 32 ألف، 34 ألف. إذا هنا في الوسط 35 ألف، وهو نفس العدد اللي حصلنا عليه هنا. الآن سنحاول تمثيل 50 ألفا. إذا 50 ألف، 2008. إذا نحدو مكان 2008. إذا هنا كل تدريجة كتمثلنا سنة واحدة، 2005، 2006، 2007، 2008. حنا نود تمثيلها في 2008. إذا بحال هكذا باش ما نتلفش، كندير خطط غير بقلم الرصاص نتوما غادي تستعملوا. ثم من هنا يعني التدريجة الثالثة مورا 2005. إذا هنا غادي نحاول نرسم العمود. غادي نكون مثلت سنة 2008، ثم بنفس الطريقة سنمثل سنة 2015، 2015 هي 70 ألف. إذا بين نقطتين متقطعة عندي 2015 هي هذه. إذا سأحاول الرسم بهذه الطريقة هذه. إذا هكذا أكون قد أتممت تمرين رقم 2. ننتقل إلى تمرين رقم 3. فيما يلي قياس أطوال بالمتر لنمو شجيرة خلال 9 أشهر. يعني الشهر الأول كانت فيها 0.5، الشهر الثاني 0.75 متر، الشهر الثالث 1 متر، الشهر الرابع 1.3 متر، الشهر الخامس 1.7 متر، الشهر السادس متران، والشهر السابع 1.4 متر، والشهر الثامن 2.9 متر، والشهر التاسع 3.3 متر. أمثل في مبيان بالخطوط نمو الشجيرة خلال هذه المدة. إذا أولا مطلوب مني هذه المرة مبيان بالخطوط وليس مبيان بالأعمدة. إذا سأحاول الرسم. غادي تكون عندنا الشهور وطول الشجرة من ناحية أخرى. إذا نمثل هنا الشهور. إذا سنكتب هذا الشهر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. هنا غادي نديرو يعني الطول، هنا طول الشجرة. سننتقل بمثلا 0.5، 0.5، 1.5، 2.5، وهنا 3، وهنا 3.5. غير مثال فقط. إذا الشهر الأول كم كان طول هذه الشجرة؟ 0.5. إذا غادي نديرو الحالة الأخرى، غادي نلتقوا هنا 0.5. ثم الشهر الثاني كم كان طوله؟ 0.75. إذا هو الوسط ما بين هنا وهنا. إذا هنا 0.75. ثم الشهر الرابع هناك 1، عفوا الشهر الثالث هناك 1، 1. الشهر الرابع 1.3. إذا هنا في الوسط 0.25، يعني 1.25. إذا هنا 1.3. الشهر الذي يليه هو شهر رقم 5، 1.7. ثم الشهر الذي يليه هو 2، الشهر الذي يليه 2.4، رقم 7 2.1، نأخذ 2.4. ثم الشهر الذي يليه 2.9 تقريبا 3، وشهر 8، وأخيرا 3.3. إذا رقم 9 3.25 3.3. وغادي نصل بين هذه النقط بخط. إذا هذا هو المبيان بالخطوط الذي يمثل طول هذه الشجرة خلال 9 أشهر. سؤال ثاني، أضع علامة أمام الجواب الصحيح. كان قياس طول الشجيرة 2.2 متر ما بين 4 و 6 أشهر. إذا عندنا ما بين 4 و 6 أشهر. إذا هذا هو الشهر الرابع وهذا هو الشهر السادس، هما قالك 2.2، هو في 6 أشهر يلا وصل جوج. إذا هذه جواب خطأ، إذا لن نضع فيه علامة. ثم كان قياس طول الشجيرة 2.2 ما بين 2.7. إذا هنا وهنا صحيحة، إذا هذا هو الجواب الصحيح.
ما تنسوش تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده.